معنا ماهر الحلبي ناشط حقوقي سوري مقيم في بيروت، أهلا بك يا ماهر معنا. حسب المشاركات يعني لا يبدو بأنه هذا الأمر ممكن أن يحسن من الأوضاع في سوريا، وحتى إذا كان تم الكشف عنهم فكيف يمكن بملاحقة هؤلاء؟ هل تؤيد هذا الرأي؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. خلينا ندخل في الموضوع بشكل مباشر. أنا بحب أوضح لكم عن نحن فكرتين لازم تكون موجودة في هذا الطرح. المشكلة الأولى التي يجب أن نطرحها، نحن في عندنا شيء، ناس هم صغار وناس هم كبار، كلاهما مجرم، كلاهما له يد في هذه الجريمة التي تحصل في سوريا. المجرم الصغير هم يسمونه بالشبيحة، هؤلاء من هم الشبيحة؟ في بداية لو أخذت من الوالدين لو سمحتي، هؤلاء ناس فاشلون سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، اسريا، عاطفيا، من كل الاصعده الفشل عندهم، حتى ماليا وماديا، يبحثون عن ماوى او عن مخرج لهذه المازق الذي هم به حاليا، فيكون لهم التطوع في هذه المعسكرات او هذه المنشات. طيب يعني هؤلاء المجرمون الصغار كما اسميتهم، ماذا عن الذين يامرون هؤلاء بتنفيذ هذه الجرائم؟ يعني رأس ال هؤلاء، ايه تفضل تفضل. هؤلاء الكبار الذين تتحدثين عنهم أسماءهم ظاهرة وواضحة، على رأسهم مثلا ما يسمى بالشخصية شخصية سياسية في مدينة حلب تسمى النمر، هو سهيل الحسن. هذا الشخص هو عبارة عن ضابط كبير له تواصل بشكل مباشر مع الرئيس بشار الأسد. هذا الإنسان بشكل مباشر اتصال، يعني هل لديكم أدلة قاطعة بتورط هذا الشخص في جرائم حرب بحلب؟ طبعا 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 طبعا، نحن الان نشطون حقوقيون مؤسسه كبيره تعمل في هذا المجال وفي هذا الموضوع، وهناك توثيقات كبيره تثبت وتبين هذا الانسان، وهناك اخرون، ولكن هذا كان عباره عن النجم الساطع او الشمس الساطعه لهؤلاء المجرمون الذين يقفون خلف العديد من الجرائم ومنهم وهو يترأسهم في هذه المدينه. نعم. احدى الاشياء التي كان يقوم بها احدى الاشياء التي كان يقوم بها كان يوجه انذار لاحدى المدن او البلدات او ما شابه، تقول لهم اخرجوا اخرجوا المدينه، قم بدخول. ولكن يا ماهر يعني بدي اجابه سريعه لو سمحت، لانه يعني قربنا على الانتهاء. مثل هذه او مثل هؤلاء الاشخاص كما قلت موثق انهم قاموا بجرائم، كيف يمكن محاسبتهم امام المحاكم الدوليه؟ بالنسبة للمحاكم الدولية، أظن أن هناك محاكم ستقوم وتحاكمهم، لأن بصراحة بكل صراحة وبكل شفافية هناك من يدعمون، هناك مدعومون، هناك خلفيات تدعم خلف اشياء اشخاص واخرون. كان هناك مثلا هذا الشخص الذي يقوم بهذه الجرائم في حال وصل تورطه وكشفت اموره، فيصل الى هناك من يقوم بشيء ما يأتي مثل روسيا وغيرها من الدول الاخرى. هؤلاء مثل هذه الدول، نعم هؤلاء نعم الشخصيات الكبيره، انها مفهوم يا ماهر، شكرا جزيلا لك ماهر. تم القاء القبض عليها، نعم شكرا شكرا يا ماهر. ماهر الحلبي الناشط الحقوقي كنت معنا من بيروت، معي محمد بشر هو مواطن سوري من الدوحة، أهلا بك يا محمد. أهلا بك يا محمد، كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ للتعبير عن الرأي. نعم سيدي تفضل. بالنسبة لموضوع يعني هل بإمكان الأمم المتحدة من خلال حقوقيها أن يعني الوصول لإنهاء الأزمة في سوريا من خلال إعلان أسماء مجرمي الحرب كما سمتهم؟ أعتقد بأن يعني لما تدرك بأن الأمم المتحدة ليست طرفا في الأزمة السورية، علينا أن نسأل عن جديتها في هذا الأمر. هل الأمم المتحدة جادة مثلا في إعلانها عن مسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا وإيصالهم إلى محاكمة؟ هذا سؤال هام جدا. غير ان الامم المتحده مثلا بالدستور مبعوث الامم المتحده الى سوريا صرح مؤخرا بان الاسد يجب ان يكون جزءا من الحل. نعم. فهل ممكن ان نقول بان الاسد جزء من الحل؟ نقول لاحقا بان الاسد سيكون مجرم. يعني اعتقد بان مصداقيه الامم المتحده لدى السوريين خاصه يعني لدى السوريين بشكل عام على المحك خصيصاً انها لم تقوم باي شيء يوقف نزيف الدم السوري. نعم شكرا يا محمد. محمد بشر كنت معنا من الدوحه، الان معي عبر خدمه سكايب ابو علي هو ناشط سياسي معنا من الولايات المتحده، اهلا بك معنا.
طيب يا أبو علي، ربما أن مصداقية المجتمع الدولي كما قال محمد أمام المحك بالنسبة للشعب السوري، بأن هذا المجتمع لم يقم بما فيه الكفاية لحماية الشعب السوري، مثل هذه الخطوة كيف ينظر إليها السوريون؟ بالتأكيد هي خطوة مهمة، ويعني هي في الاتجاه الصحيح، ولكنها بالنهاية تبقى خطوة شكلية وصورية. ما لم يتم يعني أخذ الخطوات العملية لجلب هؤلاء المجرمون الذين ارتكبوا الجرائم الفظيعة بحق الشعب السوري إلى قفص العدالة. يعني العدالة من دون قوة عملية تستطيع تطبيق هذه العدالة تبقى عدالة شفهية لا معنى لها. يبقى الناس يتعرضون للاضطهادات وللقتل والإجرام والتعذيب، ويعني لا نستفيد شيء. يعني في النهاية المجتمع الدولي، يعني المجتمع الدولي المتحضر، يعني سواء الغرب أو الشرق أو كل المجموعة الدولية، لديها مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية بإيقاف هذه المجازر التي تقف بحق التي يعني ترتكب بحق الشعب السوري، والتي يذهب يعني ضحاياها الأبرياء. الولايات المتحدة الأمريكية شنت حرب من أجل صحفيين أو 3 صحفيين من مواطنيها، بينما يعني نحن في هذه المكالمة القصيرة، يعني منذ بداية الكلام معك إلى الآن، يمكن حوالي يعني عشرات سوريين يموت اليوم. تقصف دوما وتقصف قرى ريف دمشق في الغوطة الشرقية، وتقصف مناطق في درعا وفي حلب، يعني البراميل المتفجرة. فيبدو أن يعني دماء الشعب السوري بالنسبة للعالم المتحضر لا ثمن لها. طيب يعني أبو علي، الجيش التركي عسكرية يعني من النوع السقيم من أجل رفات، يعني شخص يعتبرونه أنه رمز للدولة التركية، وهذا جيد. ولكن يجب أيضا أن لا يكون هناك يعني هذه الازدواجية في المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي، فعلا تشكك السوري وتشكك الشعب السوري بكامله. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. يعني طالما بانه البعض يتهم الرئيس بشار الاسد بانه مساهم بالفعل في ارتكاب جرائم حرب في سوريا حسب ما يقول بعض النشطاء، ومن جهه اخرى ياتي الوسيط الدولي ديمستورا ويعتبر الاسد جزءا من الحل، كيف يمكن اذن أن يتم اتهام الرئيس بشار الأسد بذلك وأن يكون جزءا من الحل في الوقت نفسه؟ هذا الكلام السياسي، هذا الكلام للأسف سياسي ولا معنى له. وفي الحقيقة يعني بأسف لك أنه هو يعني كلام فعلا يثير المشاعر. يعني الرئيس بشار ليس جزءا من يعني المشكله، هو المجرم الحقيقي الاول والاخير في سوريا بسبب اجرام بشار الاسد ونظامه في حق الشعب السوري، الذي وثق يعني بدرجه توثيق لم يوثق في التاريخ مثلها. يعني بسبب الميديا الاجتماعيه الحاليه، جرائم بشار الاسد التي ارتكبها بحق السوريين وغير السوريين لم توثق في التاريخ. طيب أبو علي، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك، لكن سنتابع أيضا بعض المشاركات عبر فيسبوك وتويتر. أمو ستقول قائمة بدها تحمي بلد اندبح شعبه وانتهكت كرامته، قائمة بدها ترجع إلى يلي ماتوا وتشفي المعاقين وترجع لهم أعضاءهم يلي تقطعت. مشارك آخر، الأمم المتحدة تضحك على الدقون كما يقول هذا المشارك، أكثر من 4 سنوات من الحرب على شعب أعزل تم قتله بجميع أنواع الأسلحة بالبراميل والصواريخ والقذائف. فتحي، العجب كل العجب ممن يضع نفسه مكان الشبهة والاتهام، عجبت من منظمة حقوق الإنسان التي تتحدث باسم الإنسان وحفظ حقوقه وهي أول من يشارك بقتل البشر الأبرياء. لن يكون لهذه اللائحة أهمية ولن تزيد إلا الأمور تعقيدا. طيب أبو علي، عودة إليك، هل هذه اللائحة ستزيد الأمور تعقيدا أم ربما تكون جزءا من الحل وتساعد في وقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري؟ المعذرة، الصوت تقطع قليلا لكن يبدو أني فهمت السؤال. نعم، هذه اللائحة كما ذكرت يعني هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن ما لم يقوم المجتمع الدولي بالوقوف
مسؤولياته وجلب هؤلاء المجرمين الى قفص العداله سوف يكون هناك رواندا ثانيه وثالثه وسوف يكون هناك يعني هولوكوست ثاني. الان ينفذ هولوكوست بحق الشعب السوري وسوف ياتي المجتمع الدولي وبعد سنوات ويقولون ناسف لاننا لم نتدخل في سوريا في الوقت المناسب. نعم. الان هو الوقت شكرا المناسب. الان مسؤوليه شكرا لك يا فرصة. ابو علي كنت معنا من الولايات المتحده عبر خدمه سكايب. الى هنا مشاهدينا ناتي الى ختام هذه الحلقه من برنامج بورصه الراي. الى اللقاء.